التحيات إلى مولاي خادم الحرمين الشريفين وإلى ولي عهده الأمين وإلى الشعب السعودي، وأقول لهم كل عام وأنتم بخير دائما وأبدا بإذن الله، وفرحتنا من فرحتكم. هذه يعني شرف عظيم أن أنا أكون مشارك بين إخواني وأهلي وناسي في هذا البلد الطيب. شكرا معالي وزير تركي آل الشيخ على هذه الحفاوة وهذا التجمع الطيب وهذا التشريف لي أنا شخصيا، وإن شاء الله دائما وأبدا نشوفك متعلق بإذن الله.